صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 50 لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال. جاء فيه المادة الأولى: تنشأ لجنة تسمى لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، ويشار إليها فيما بعد بكلمة اللجنة، وتشكل برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزير الخارجية، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وزير شؤون الإعلام، وزير شؤون الدفاع، محافظ مصرف البحرين المركزي، رئيس جهاز المخابرات الوطني، رئيس الأمن العام، نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى. ويتولى المركز المشترك لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية أمانة سر اللجنة وكافة الأعمال الإدارية لها وأي مهام أخرى توكل إليها منها. المادة الثانية: تختص اللجنة بدراسة كافة المسائل المتعلقة بمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، ولها على الأخص القيام بالآتي: اقتراح السياسات وتنسيق وتوحيد الجهود الوطنية العامة ومراجعتها وتحديثها دوريا في مجال محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، اقتراح تصنيف وإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب الوطنية، تقييم مخاطر الفكر المتطرف والإرهاب وغسل الأموال، اقتراح التشريعات والأنظمة الخاصة بمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، والتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة وأخذ رأيهم حول ذلك. وترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء تتضمن الاقتراحات والتوصيات لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.